تختلف حياة رباء عن باقي الفتيات في العراق، فهي مطلقة منذ 5 سنوات. أسباب طلاقها عديدة، أبرزها الزواج المبكر وفقدان حالة التفاهم، أما آثاره فقد باتت واضحة عليها في مجتمع يضيق الخناق على المرأة المطلقة ويعتبرها خارجة عن المألوف. المجتمع يحارب المرأة المنفصلة أو يميزها عن المتزوجة وعن البنت، أو يعني بحيث أنا لحد الآن يعني ألبس الحلقة، بالأخص من أراجع يعني دوائر أو كتعامل يعني واحتكاك مع المجتمع أنا ألبس الحلقة. يعني ترى المنظمات المعنية بشؤون الأسرة أن العامل المادي والعوز هو السبب وراء زيادة معدلات الطلاق في البلاد، فضلا عن العنف الأسري والتأثير السلبي في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. الانفتاح للعالم الخارجي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أثر جدا أثر. والأمر الثاني الحالة الاقتصادية اللي تعسر إنجاب أسرة متكاملة بسبب الحالة المادية. أما الخاسر الأكبر في المجتمع العراقي فهي المرأة التي لا تزال تفتقر إلى الاستقلال الاقتصادي والاجتماعي، ووضعها تحت وطأة ضغوط كبيرة في مواجهة مفاهيم اجتماعية لم يزعزعها ارتفاع نسب الطلاق التي وصلت إلى 70,000 حالة خلال العام الماضي. تشير نسبة الإحصائيات الرسمية وغير الرسمية أن نسبة الطلاق في العراق ارتفعت خلال 10 سنوات الماضية، وأصبحت هناك 10 حالات طلاق كل ساعة، ما يعني أن 20% من حالات الزواج تنتهي في العراق بحالات طلاق. من العاصمة العراقية بغداد، محمد فاضل، الغد.